السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود البرغوثي ودي أيضا قناة الأرض على اليوتيوب. أكلمكم دقيقتين ثلاثة بسرعة عن حالة الزيتون السنة دي. أنا في مزرعة زيتون، وده زيتون عمره النهاردة مش أقل من 18-19 سنة. أعتقد دي شجرة بيكول، وده خط بيكول، في خرطومين، في تغذية كويسة، في ري كويس، كل شيء ماشي تمام. لكن بالفعل وفقا للخبراء الدوليين والعالميين المتخصصين في عالم الزيتون، مهما تتدخل من تدخلات كيميائية سواء بالتغذية بالتسميد أو بالرش الورقي، مفيش فايدة، مش هتقدر أبدا تضحك على الشجرة. الشجرة شغالة بحاجة عداد فسيولوجي ونظام فسيولوجي داخلها، في سكون فسيولوجي ما اتكسرش. بالنسبة للبراعم الزهرية، الشجر معظمه مطلع براعم خضرية، وده بسبب اختلال العوامل الجوية. السنة دي كان في فرق بين درجات الليل والنهار، كان في شوية برودة وشوية حرارة، ويعني كان فيه دفء في شهر نوفمبر وديسمبر، ودول اللي احنا بناخد منهم الوحدات الباردة معظمهم. يناير كان فيه دفء ايضا، البرودة ما جاتش الا في النصف الاخير يمكن من فبراير، وبالتالي الزيتون ما خدش حقه في النوم العميق، ما خدش وحدات البرودة الكافية اللي تخليه ينام ويرتاح نوم عميق، على اساس تيجي درجات الدفء من منتصف فبراير، منتصف فبراير نعم اللي هو شهر 2، النص الاخير لو دفى بعد ما خد حقه من وحدات البرودة، بتنتفخ البراعم الزهرية، بتيجي على اول مارس بتطلع النورات الزهرية بتبقى واضحة. السنة دي مش شايفين نورات زهرية، شايفين معظم نموات خضرية، او حتى في اشجار ما طلعتش النموات الخضرية، وده بنقول ده اثر التغيرات المناخية على كل الحاصلات البستانية، واهمها المانجا والزيتون. انا واقف النهاردة في غيط زيتون من الغيطان اللي احنا بنسميها غيطان نموذجية ومثالية، وهي مدرسة شهيرة جدا في علم الزيتون، وبتزرع زيتون وبتصدر زيتون من اكتر من 20 سنة، يعني الظاهرة عامة على مصر كلها. يعني انا النهاردة بقول بكل اسف، السنة دي مصر ما فيش فيها محصول زيتون، فاللي عنده كيلو زيتون يحافظ عليه، وربنا سبحانه وتعالى يرزق الجميع. لكن محدش يقول انا فاشل، سواء في برنامج التسميد او برنامج الرش المكافحة، وهو تسميد ورقي ايضا، لا، دي كلها عوامل جوية، تحديات جوية ملناش دخل فيها، دي ظاهرة عالمية موجودة في السعودية، موجودة في الأردن، موجودة في مصر، في كل المناطق، موجودة في إيطاليا، موجودة في إسبانيا، موجودة في اليونان، في بلاد الزيتون كلها. السنة دي لا مصر ولا غيره فيها زيتون، وربنا يرزق الجميع، ونشوفكم في فيديو مقبل إن شاء الله.